حياكم الله مشاهدينا من جديد، ويا مرحبا بكم. وصلنا لآخر فقراتنا، وبعيدا عن المحتوى الجامد لعلوم الكيمياء كما يرى البعض، نقدمها اليوم مشاهدينا لكم بطريقة مرحة ومشوقة في تجارب تقدم الكثير من الفائدة، مع الأستاذ كريم عاطف، بروفيسور في العلوم. صباحك خير. صباح النور. حياك الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. وانت طيب؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله. اليوم اشوف بوب كورن انا. شوف بوب كورن بس دي هتبقى في قبل الاخيرة شوية. قبل الاخيرة؟ اوكي. بس دي هنعمل تجربة بالبوب كورن بالسائل النيتروجين برضه. شوف عشان يبقى كرونشي. إذا أمس ما كنت أنا أمس ما كنت في السينما، يعني لو ما كنت في السينما أكلت على طول، أنا من محبي البوب كورن يعني. لا هتاكله النهاردة كله إن شاء الله، ما تقلقش. طيب خلينا نبتدي. اول حاجه عندنا ان احنا ممكن نعمل تجربه بالريسايكلد ماتيريال زي ما انت شايف كده. قبل ما نبتدي استاذ كريم، كيف كان العيد معك؟ والله كان عيد كويس الحمد لله. الحمد لله. قلت لي كنت في سلطنه عمان. سلطنه عمان. اوكي. انا قاعد اكشف الحين. هو بص كله اكشن، لازم يكون في اكشن. اوكي حلو. شو سويت من الانشطه؟ يعني سلطنه عمان حلوه ما شاء الله، فيها كثير من الاماكن السياحيه الجميله. عملت كايت سيرفنج اللي هو التزحلق على الماء باستخدام الهواء. يا سلام. ما شاء الله. استخدم طياره كده بتشدك على المايه. ايه اوكي جميل. بس يعني طبعا عمان عشان فيها هواء قوي شويه، فاحنا عشان كده رحنا هناك. جميل جميل حلو. لازم بعد نحن نجرب، يعني هي تسليه وكذلك متعه. الواحد يعرف كيف عمليه الهواء وكذلك. صح كده. لازم تكسبوز، لازم تتعرض الانفايرمنت نفسها، البيئه، وتشوف الكلام ده، وتعمل تسلق كمان، ومش بس الكايت سيرفنج، كمان تسلق. خلاص بنروح منطقه مليحه في الشارجه، وفيها يعني جبال جميله، نروح نتسلق هناك ان شاء الله. تعال ننور نتنور. أيوة. طيب نبتدي. خلينا نبتدي. اول حاجه شايف ده شبه المركب شويه. اوكي. الفكره كلها في الانجن نفسه. نعم. الانجن نفسه، الموتور نفسه احنا عاملينه، شايف لو بصيت قريب شويه هتحس ان دي الكان. اوكي. عارف الكان بتاعت البيبسي؟ ايوه. علبه البيبسي. نعم. انا مطبقها بطريقه معينه. نعم. فعملت زي بويلر، زي بتاع اللي بنغلي جوه الميه. بالضبط. تمام. فالفكره كلها انا هحط هنا ميه، ماشي، على اساس ان ده ممكن يمثل بالنسبه لنا ليك او مكان فيه ميه، بحيث ان انا اخلي المركب ده يعوم عليه. اوكي. ثاني حاجه احط شويه ميه هنا. جميل. يعني هذه علبه، واستخدم استاذ كريم علبه، وهذه علبه عصير. صح، علبه عصير. علبه عصير مظبوط. عامل ريسايكلينج، الفكره كلها ريسايكلينج. حلو. اعاده تدوير يعني بالضبط. في استخدام هذه علبه مياه غازيه. مظبوط كده. يعني بس انا تنيتها بطريقه معينه. نعم. اوكي. والفكره كلها هنا، في لو بصيت عليها من تحت هتلاقيها طالعه او للشاليموه هنا. فانا لازم هحقن البويلر نفسه بالميه. هقول لك ليه دلوقتي. شايف الميه بتطلع الناحيه الثانيه؟ صحيح. اوكي. هتاكد مره ثانيه برضو ان الانجن بقى كله ميه. عشان انا محتاج ان ده يبقى كلوز سيستم، سيستم مغلق. نعم. الميه نفسها بتبقى جوه مع الانجن نفسه. اوكي. ليه؟ عشان لما انا احط شمعه دي هنا. اوكي. هذه شمعه صح؟ ايوه مظبوط كده. وليش حطينا الشمعه؟ ليه حطيت شمعه؟ الفكره كلها في الشمعه ان انا دلوقتي في مويه دخلت، لان انا حقنتها دلوقتي في مويه دخلت. اوكي. فدلوقتي الشمعه دي هتبتدي ان هي تغلي المايه. نعم. اوكي. ففي مايه هتطلع، هيبقى في مايه سخنه هتطلع تتحول فيبر. هيطلع من شاليموه، والمايه بعد ما بيطلع المايه الفيبر هيعمل ضغط، يقل الضغط جوه. اوكي. فالتانيه هتبتدي تسحب المايه. اها. فبعد كده هتبقى سايكل. اوكي. هي ممكن تاخد دقيقه على ما صح ليه على ما يبتدي المايه تسخن، لان كان الشمعه مش قويه قوي. هذه الفكره نفس فكره الجيت سكي. جيت سكي ولا لا لا لا، ده الستيم. فكره الستيم بتاع القطر. زمان القطار القطر كان بيشتغل. هو شوفوا ابتدى. هو لسه ابتدى تسخن.
في ضغط يعني في ضغط. والله انا مستغرب الصراحه. انت سامع هو لو هي المركب لو في شو بص انا ثبتها يعني لو كان عندنا مساحه اكبر بتجري طبعا. انت سامع الصوت صوت الانجن زين. نروح نطلع برا نجرب برا نجرب بالماي مكان وسيع. هي كمان لما تسخن اكتر هتاخد هتمشي باسرع وهتعمل صوت اقوى شويه. انا ممكن نخليها على جنب خلينا ندخل على التجربه اللي بعديها. بس الفكره برضه قبل ما نمشي من التجربه دي فكره هذه جميله الصراحه يعني. الفكره كلها ان احنا بنشرح فيها برضه حته فكره برنولي ان في حاجه اسمها كلوز سيستم في سيستم مغلق الميه بتتسحب من مكان بيسخن هنا في البويلر هنا فبالناحيه الثانيه بيطلع منه الفيبر وبالتالي البريشر بيقل جوه. فلما البريشر بيقل في حته لازم هو عشان كلوز سيستم لازم يبقى قد بعض فبيقوم ساحب المايه فالمايه بتخش جوه تتجدد تسخن تبتدي السايكل تمشي. يعني هذه الشمعه لو حطينا شمعه مدتها يعني ساعه وفي في 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 نهر راح تمشي ساعه كامله مش هتقف طول ما في نهر طول ما في هيت بيحصل. نعم طول ما هي مش هتقف. انا ما اعرفش الصوت باين للمشاهدين ولا لا. ها واضح الصوت واضح؟ نعم بس فهو احنا مسميه حتى بوت 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 عشان هو بيعمل بوت 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 يعمل نفس الصوت. طبعا شايف انا كل ما بزود النار بيبقى عايز يجري اسرع. فده معناه ان السايكل نفسها بتبقى واخده السايكل بتاعتها بتبقى اقل. شو نسميه؟ بات بات بوت بات بات بوت بات بات. اوكي خلينا نخش على اللي بعديها. اللي بعديها مش عارف انت شفتها قبل كده ولا لا بس انا اتخيل انت شفتها قبل كده. لا تفتكر ان انا لما بعمل كده تقوم نازله تطلع تاني تفتكر دي؟ لا اول مره اشوفها بجد؟ اوكي الفكره كلها ان انا ببريتند او بتخيل ان انا عشان اعمل خدعه صغيره ليك فبعمل ان انا بنزل باصبعي كده صغيرين وبعد كده بقوم سايب ايدي فبتطلع تاني فوق. شو هلا ابغى التفسير. جرب كده اعتقد انك تضغط على مظبوط كده. هو قاعد انا بضغط على الازازه. بص 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 معايا هنا في زي حاجه زي الدايفر. الدايفر ده جواه هواء. هو أوكي. لما انا بسيب ايدي الهواء ده الهواء اخف من الميه بالضبط فبيبقى عايم فوق. لما انا بدوس بدخل ميه جوه فبالتالي بتبقى اتقل لان هو بيبقى عباره عن وزن الدايفر بلس المايه اللي انا دخلتها جوه بلس البيبر كليبس الموجوده هنا. نعم صحيح. فبتبتدي بالتالي تنزل. طبعا انت بالنسبه لك انت ممكن تعمل واحده في البيت كل لو مثلا طفل هيعملها فطبعا دوسه ايده غير دوسه ايدي بالضبط. هو اخف فبالتالي بيزود الويت بتاعه البيبر كليبس لغايه ما يظبطها بحيث ان هو اول ما يلمس الازازه البتاع ينزل على طول. يا سلام. فكل واحد يبقى ليه ظبطه للضغطه بتاعته. يعني جميل نعلم يعني الاطفال الضغط والاثقال اللي هم اثقال كثافه كثافه. نعم بطريقه جميله يعني ومميزه. ما شاء الله القارب هذا مش هيسكت ابدا مستمر ما شاء الله فيه. طبعا انت ممكن يعني انت بتستخدم الانجن ممكن تعمل ديزاين لمركب كبير. نعم صح. نعم انت يعني تتحكم في الحجم كذلك في ممكن تعمل ثلاثة انجنز جنب بعض على حسب المركب. انت ممكن تجيب مركب كبير وتحط ثلاثة من دول جنب بعض حتى أربعة. والله فكرة جميلة الصراحة. وممكن تحط البتاع اللي بيحود المركب نفسه فانت بالتالي بتقعد تدرس الداينامكس بتاعت المركب نفسها. نعم صح. طيب خلينا نعمل البوب كورن. بوب كورن ده هيحتاج ليكويد نيتروجين من هنا. هذا النيتروجين صحيح؟ ايوه. احلى شيء البوب كورن. ماينس كم او كم صار؟ ماينس 193. هو بيغلي اصلا عند ماينس 193 فهو اقل من 193. يا سلام. قمت احس بالبروده. ايوه انت بس كل فكره انا عايزك تقلبه عشان تاكل منه. اوكي. حلو. بارد صراحه يعني البروده اللي تلسع كان شفتي يوم يا هال ندور على الايس كريم حاطينه في اخر الثلاجه ندخل شيء داخله. جرب تاكل واحده. ذكريات ذكريات. يلا لازم تاكل تجرب. لا حط لك ثلاث اربع مره واحده. هات من تحت. بص
يا سلام. بس ما يتغير الطعم صح؟ لا بيبقى كرانشي، هو الطعم ما بيتغيرش قوي. ما يتغير. يلا زين الحين هذه المادة. جرب جرب. لا لا بس هات من تحت. ما تخافش. أربع خمس هذا؟ أيوه. بس توي قطار بيس الهواء. ما أنت كل ما بتتأخر بيكون الفيبور خلاص خلص. أنت لازم تكون على طول. أوكي. خلينا ما شفنا اسماعيل. ما شفنا. تعال امل تعال. يعني ما يستوي اسماعيل يجرب امل ما تجرب؟ لا انا حبه بس. أنا لا انت ثلاثه. دخني دخني ادخون. تسلم. الله يسلمك. اذا حبتين. حبتين؟ يلا عن خاطرك حبتين. بجرب الحين. تفضل يا امل. في شيء؟ ما في شيء؟ لازم اكل اكثر. لازم تاكلي على طول. حبتين ثلاث. لازم تاكلي على طول. عيبتني السالفه. جيبوا لي المله كامله. لا 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 مش تعرفي تمسكي لانها ساعه جدا. اذا اخذ اكثر من حبه واجرب. ايه خدي من تحت يبقى احسن على طول. ايوه. شو رايكم مساهدين؟ كده ابتدى. سويتها ها؟ اوكي اجربها تاني اخر مره. طعم لذيذ. لذيذ هي. ايوه. نعم. نعم ناخذ كثير. نعم. نرجع استاذ كريم نفسر اللي صار. انا اليوم السين والشين متضاربين عندي يعني. حاضر حاضر. اقول لك دلوقتي عملت ايه؟ في تجربه ثانيه. تتوقع؟ يس. اوكي. بس اقول لك انا عملت ايه؟ هو بوب كورن نفسه بيبقى جواه فيه هواء وجزيئات من الهواء. نعم. بور سبيسز. البور سبيسز دي معناها ان هو فيه جوه جزيئات هواء. نعم. يعني مثلا 70% من الفشار نفسه تحس ان هو هواء. فانت لما بتحط الليكويد نيتروجين اللي بيحصل هو بيتجمد شويه. بالضبط. وبتدي اي حاجه فيه تبقى كرانش. عشان ده درجه حرارته ساقعه جدا. الليكويد نيتروجين ماينس 193 ده درجه الغليان بتاعته. غليان. نعم. المايه درجه غليانها 100 100 فوق. ده 193 تحت الغليان. يعني هو اكيد كمان تحت ال 193. نعم. دلوقتي هقول لك على حاجه زي ايه. خلينا نفسرها احسن. حط شويه ليكويد نيتروجين تانيين. ماشي. اوكي. وبعدين هنا دي البالونه دي انا هحط فيها هواء من ماي لانز من الرئه بتاعتي. وات انفجر. يعني لو تلاحظون مشاهدينا الماي يغلي في غلي. يعني ده بيغلي عشان. نعم بالضبط. بالضبط كده. بص اللي هيحصل. انا هوريك النفس بتاعي از ليكويد سائل. اوكي. من كتر ما هو بينكمش. بينكمش يعني. نعم صحيح. شايف اللي بيحصل؟ اتمنى ان المشاهدين يعرفوا يشوفوها برضه. وين صارت؟ البالونه انكمشت. انكمشت. تقدر طبعا تحط اي عدد من البالونه بلالين. يعني المركب وصل خرفكار. بص الفوليوم بتاع حجم الهواء بينكمش. بالضبط. لان هو بيعتمد اعتماد طردي مع درجه الحراره. نعم. يعني الحجم مع درجه الحراره. كل ما درجه الحراره تقل كل ما الحجم يقل. طب اوكي. هنا شبان طبعا. شبان. شايف؟ ايه شايف الليكويد اللي جوه؟ هذا النفس؟ ده نفسي. يا سلام. زين استاذ كريم نختم لانه وصلنا لنهايه الحلقه. اتوقع اخر تجربه عندنا. اوكي نختم. اخر تجربه عندنا احنا هنعمل فيها البورينج بتاع الليكويد نيتروجين نفسه. ايه اوكي حلو. فده هنعمله عليها. روح شوي هنعمله هنا كده. اوكي. هنجيب ليكويد نيتروجين مع 10 لتر او 8 لتر. حلو. زي ما احنا قلنا قبل كده ان ده درجه حرارته ماينس 193.
ولا استخدم ماي سالب 193. اذا طبعا نحن 93 تحت الصفر. حلو، بنحط عليه ماي حار. ماي درجه حرارتها 100، فالفرق ما بين ال 100 وال 193 تحت الصفر حوالي 293. حلو جميل، كل الفورس دي هي اللي هتعمل الفورس بتاعت الدخان. حلو جميل، اذا استاذ كريم نحن شاكرين لك طبعا تواجدك معنا، ونحن نختم يعني البرنامج نشوف ونشاهد هذه التجربه. شكرا لك مره ثانيه استاذ كريم. يعطيك العافيه. ويعطيك العافيه. اذا مشاهدينا على هذه التجارب الجميله وصلنا لختام رحله صباح الشارقه لهذا اليوم، نتمنى بالفعل استمتعتوا معنا في هذه الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله غدا في مشوار جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. الى اللقاء. انت اسمعني. يلا تفضل. يعطيك العافيه مشاهدينا، كانت هذه نهايه فقرتنا مثل ما قال زميلي اسماعيل، ونهايه حلقتنا، على امل ان نلقاكم ان شاء الله باكر في نفس التوقيت ومواضيع بعد جديده هون له.